التحضير في هذه اللحظات لانطلاقة اول اشواط الماراثون. وبسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الاعزاء ينطلق على الهواء مباشرة شوط السباق البشري والماراثون للاتحاد العربي الذي ينظمه الاتحاد العربي لسباقة الهجن، وينظم ايضا الفعاليات المميزة تواكبا ومواكبة لمونديال كأس العالم 2022 الذي يقام في قطر. نهني انفسنا بنجاح هذا المونديال كقطريين كعرب، هذا المونديال الذي رفع رأس العرب جميعا في كل مكان واصبح مفخرة لنا كأبناء الخليج وكأبناء العرب. هذا هو مشاهدينا الاعزاء شوط الماراثون وشوط الاتحاد العربي، يقام على الهواء مباشرة من مسافة 3 كيلومترات مقدمة الشوط مع قطر، مع الاتحاد القطري لسباق الهجن، ممثلا في ناصر بن حمد الشهواني هو من يقود المسيرة. قطر في المركز الأول، ناصر بن حمد بن مبارك ممثلا لدولة قطر في المركز الأول، بينما المركز الثاني يتقدم علي بن حمد بن سالم المري عن الاتحاد الكويتي للهجن الذي يمثل دولة الكويت، ممثل الكويت في المركز الثاني، ممثل قطر في المركز الأول. المركز الثالث اللي تسلل الى الثاني يصل حمد بخيت العويسي عن الاتحاد العماني للهجن الذي يمثل سلطنة عمان على المركز الثاني، ممثل قطر في المركز الاول، ممثل سلطنة عمان في المركز الثاني، ممثل الاتحاد الكويتي في المركز الثالث مع علي بن حمد بن سالم المري. ننتقل للمركز الرابع، نتأخر قليلا لناخذ المركز الرابع، ومن يتسلل على المركز الرابع في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء، من القادم على صعيد المركز الرابع؟ نشوف المركز الرابع ومن يتقدم في هذه اللحظات ويتسلل. يصلون أبناء العرب المشاركين أيضا في هذه البطولة، هذه البطولة العربية، هذه البطولة. أسامة يصل في هذه اللحظات، أسامة بن محمد عن الاتحاد التونسي للهجن، ويليه في المركز الخامس سيد الأمين عن الاتحاد الموريتاني للهجن الذي يمثل الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وعلى المركز السات في هذه اللحظات في المفادي عودة أبو فادي عودة من الجمعية الهجانة الأردنية ممثلا للمملكة الأردنية الهاشمية. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ولكن نعود إلى الكيلومتر الأخير، إلى الكيلومتر الأخير. أبناء السلطنة، ممثل سلطنة عمان يقود هذا الشوط قيادة حكيمة. تقريبا الناموس إلى أبناء السلطنة في هذا الشوط، الشوط العربي، الشوط الذي يضم أيضا هذه الكوكبة من المشاركين العرب. يا سلام يا سلام للاتحاد السلطنة وسلطنة عمان، يحلق بالمركز الأول مع الصدارة علي حمد سالم، أو هنا حمد بخيت العويسي عن الاتحاد العماني للهجن الذي يمثل سلطنة عمان. ونشوف الفارق ما بينه وما بين بقية المشاركين. المركز الثاني يا مخرجنا، كم رقم المركز الثاني؟ يصل في هذه اللحظات علي حمد سالم المري على الاتحاد الكويتي، 100 متر ما بينه وما بين المركز الأول، الكويت في المركز الثاني، سلطنة عمان وممثل السلطنة طار بشوط الاتحاد العربي، حسم هذا الشوط مبكرا. سلام لأبناء السلطنة. حمد بخيت العويسي ينجح في أيضا انتزاع شوط الاتحاد العربي للهجن للراكب البشري. أبناء السلطنة مع المركز الأول، سلام لحمد بخيت العويسي، هذا الفارس، هذا البطل، هذا المتألق. شوف الركوب ما شاء الله تبارك الله، مبدع العويسي عن الاتحاد العماني للهجن الذي يمثل سلطنة عمان. مسلوم
ما شاء الله الى السلطنة، الى ميادينها في كل مكان، الى ميدان الابيض، الى ايضا جميع ميادين سلطنة عمان الشقيقة. نزف التهاني على الهواء مباشرة. سلام للسلطنة، سلام لهذه الجماهير العمانية التي تحيي هذا البطل، تحيي هذا البطل، تحيي هذا البطل المتقدم، تحيي هذا البطل حمد بخيت العويسي. الاتحاد العماني ينجح في اختطاف اول المراكز، وسلام للسلطنة، سلام، سلام لحمد بخيت العويسي، سلام. الاتحاد العماني للهجن يمثل سلطنة عمان ينتزع المركز الاول، سلام لعمان، سلام، سلام للاتحاد العماني لسباق الهجن، سلام. تهانينا والناموس على انتزاع سلطنة عمان للمركز الاول. المركز الثاني تقريبا الاتحاد الكويتي للهجن الذي يمثل دولة الكويت. ننتظر لحظة وصول المركز الثاني المركز الثاني يصل في هذه اللحظات بالفعل علي حمد سالم المري على الاتحاد الكويتي للهجن الذي يمثل دولة الكويت. ألف مبروك للأشقاء في الكويت. المركز الثالث ناصر حمد مبارك الهاجري يمثل دولة قطر. والمركز الرابع والخامس وبقية المراكز نتركها إلى لجنة خط النهاية، إلى لجنة خط النهاية. إذن حمد بخيت العويسي ينتزع المركز الأول في هذا السباق الذي ينظمه الاتحاد العربي. الاتحاد العربي لسباق الهجن يقيم هذا السباق الجميل وهذه الفعاليات الجميلة. المركز الرابع من الإخوان العرب يصل في المركز الرابع. في المركز الرابع سيد الأمين عبيد عن الاتحاد الموريتاني للهجن الذي يمثل الجمهورية الإسلامية الموريتانية. تهانينا وألف مبروك. بقية المراكز نتركها إلى لجنة خط النهاية، هناك جوائز نقدية قيمة للمراكز الأولى. التوقيت الزمني للحظة وصول الممثل للاتحاد العماني للهجن عن سلطنة عمان حمد بخيت العويسي، قطع المسافة في 5 دقائق 5 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك للاتحاد العماني للهجن الذي يمثل سلطنة عمان. تهانينا لأبناء السلطنة، تهانينا لأبناء السلطنة. حمد بخيت العويسي هو من قاد هذا السباق بفارق كبير جدا عن بقية وعن أقرب المنافسين. المركز الثاني من الكويت والمركز الثالث من قطر. من قطر شاهدنا هذا السباق الجميل، ومن كل اتحاد عربي شاهدنا ممثل لهم وحيد، وسباق ولفتة جميلة للاتحاد العربي